القرار سيحال الي مجلس الامن وبالتالي ربما يصطدم بالفيتو الامريكي هل هل يعني هناك خطوات لتجنب ذلك؟ يتضح بجلاء ان اننا هنا نتحدث عن مشاركه دبلوماسيه علينا ان نحشد كل الجهود في مجلس الامن وامانه مجلس الامن بما في ذلك الولايات المتحده طيب يعني هنا هنا يعني من بين حيثيات القرار او من بين تفاصيل القرار هو إلزام اسرائيل خلال شهر بتقديم تقرير، هل يعني هذا انه لن يكون هناك تحرك من قبل المحكمه خلال هذا الشهر؟ وما هو المتوقع من هذا التقرير؟ يعني بالتاكيد اسرائيل في تقريرها ستنصف نفسها. النتائج يجب ان تحدث فورا. التقرير سوف يكون منتج لهذه النتيجه وما سيحدث هذا لا يعني اننا علينا ان ننتظر حتى نهايه الشهر حتى حتى ترفع اسرائيل تقريرها وتفعل عملها المحكمه قالت كل العمليات العسكريه يجب ان تتوقف بأثر فوري اذا التقرير سوف يتعامل مع النتائج الخاصه بوقف الاعمال العدائيه والسماح بادخال المساعدات الانسانيه واجراء التحقيقات من قبل مؤسسات الامم المتحده والجهات المعنيه وما الى ذلك طيب يعني ما الذي تتوقعون في هذا التقرير من من اسرائيل؟ ما الذي يمكن لاسرائيل قوله؟ يتضح اننا لن نكتب التقرير نيابه عنهم ولكن من جانبنا فاننا نتوقع ان قرار المحكمه يجب الامتثال له وكل الاعمال العسكريه وسماح ادخال المساعدات الانسانيه والتحقيقات من قبل الجهات الامميه وتحرير الرهائن من كلا الطرفين هذا هو ما نتوقعه من الطرفين ان تنفذه طيب يعني ايضا من بين الامور اللافته في هذا القرار ان المحكمه طالبت الدول باتخاذ ما يلزم من اجل ضمان التزام اسرائيل بالقرارات كيف يمكن ان تقوم الدول بذلك يمكن للدول ان تفعل ذلك من خلال المنظمات الامميه وبعض المؤسسات والمنظمات الاقليميه لتمارس الضغط كل فيما يخص وكذلك كل في عمليات بلاده لممارسه مزيد الضغط للتاكد من حدوث ذلك ما مدى التزام اسرائيل بالقرارات يعني خصوصا قرار من الجنائيه الدوليه وقرار محكمه العدل الدوليه ايضا هل لك ان تكرر السؤال مدى التزام اسرائيل بالقرارات الصادره عن الجنائيه الدوليه ومحكمه العدل الدوليه يجب أن تلتزم التزاما كاملا بهذه القرارات ما من فسحة حتى للتفاوض أو للاختباء أو لأجد أي مخرج آخر القرار واضح العسكرية يجب أن تتوقف فورا وإدخال المساعدات الإنسانية وإجراء التحقيقات كل هذا يجب أن يحدث ما الذي يلزم إسرائيل بذلك؟ يعني حتى حتى مساله اصدار مذكرات الاعتقال اسرائيل تنظر اليها صحيح بنوع من القلق والتحفظ ولكنها تبدي ايضا لا مبالاه. كما قلت ان المجتمع الدولي يجب ان يمارس ضغوطه المؤسسات والمنظمات الأممية أصدقاء حتى إسرائيل المنظمات الإقليمية الجميع يجب أن يمارس الضغط على إسرائيل لاحترام سيادة القانون لأن يجب على الأشخاص أن تحترم قرارات المحكمة ماذا وإلا سوف نعيش في عالم بلا قانون حتى لصالح الأجيال المستقبلية إذن يجب أن يكون هناك قانون وسيادة لهذا القانون والنظام هل هناك ضغوط تمارس على جنوب افريقيا من اجل ان تتراجع نعم الضغط موجود ولكن قلنا اننا سوف ندعم مبادئ القانون الدولي ومبادئ المواثيق الخاصة بالإبادات الجماعية وقلنا أننا سوف نمارس ونواصل في هذا الجهاد لأننا نتحدث عن مستقبل الأجيال المستقبلية لحماية سيادة القانون اتهام إسرائيل أيضا بالإبادة الجماعية في أي سياق تضع ما الذي يترتب عليه <تصفيق> نحن <تصفيق> على درايه بأن هناك بالفعل اسباب للتاكد من ان هناك مجزره اباده جماعيه ارتكبت من جانب اسرائيل بحق الاطفال والنساء من فلسطين والاتيان على البنى التحتيه كلها ومنع دخول المساعدات الانسانيه ومنع منظمات الامميه لاجراء التحقيقات اللازمه كل هذه هي اركان اركان اعتمدت عليها جميع جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وشكرا جزيلا إذا م...